بضاعتك كلها تمام، اي خدمه تانية يا ريس؟ وانا ماليش بركه غيركم. خد يا معلم نمر، وزع دول على رجالتك 10 بواكي. دي انا الريس وزعهم بمعرفته. اي ريس فيهم؟ كلنا هنا تبع المعلم نمر الطيب. خد عنك يا معلم نمر، انا افرجهم. بس ليه طلب صغير للامان كده؟ هتفضل معايا يا معلم نمر لغايه ما نخرج من محافظه هنا. كل واحد فيكم ينزل سلاحه. ويكون في معلومك يا معلم، الشط ده كله مرشق برجالتنا ومعاهم سلاح آلي. تفهمتني غلط ولا ايه؟ انا ما قصدتش نيه وحشه لا سمح الله، دول اغبياء. ولا تقدر تعمل حاجه وحشه معانا. بضاعتك خدتها، فلوسنا معانا، كل واحد متعلق من عرقوبه. يا معلم جباري، احنا اشترطنا التسليم هنا وانت وافقت، وانت حر في الطريق اللي تنقل بيها البضاعه لحد مصر. ما قلتش لا، بس بخاف من الغدر، خصوصا انك خدت حقك بالتمام والكمال. ما انت كمان خدت بضاعتك بالتمام والكمال، وانت معلم كبير وعندك خبره. طب اصبروا عليا لغايه ما احط شويه البلح فوق المخدرات، وخلي رجالتك يساعدوك. دي شغلانه تبعين ما الناس صالح بيها. احنا كده مهمتنا انتهت يا معلم نمر، ونقدر نمشي. يلا بينا. انصحك يا معلم، الطريقه اللي هتنقل بيها دي خطر. تعرف في كام نقطه مسطحات بطول النيل، وايه عندهم كلاب مدربة. وهي أسلم طريقة نخرج بيها. انصحني وليك الحلاوة. أنا أقول لك يا راجل من غير حلاوة ولا بتاع. توكلوا على الله يا معلمين. تخافش يا عمي. حاضر يا معلم نمر. وابقى خلي شاهين يستنانا في المكان اللي اتفقنا عليه بالعربية. حاضر. يلا بينا. تعال يا معلم. شوف يا سيدي، انت تروح تشتري كل البن اللي في المحافظه وكمان كل كاس النايلون. ليه؟ اقول لك ليه. لان البن هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تغطي على ريحه المخدرات. همام يا ولدي، همام. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. أبوي أبوي أنا تعبان. الحمد لله على سلامتك. هو إيه اللي حصل يا أبوي؟ إيه اللي حصل؟ أنا آخر حاجة فاكرها إني كنت رايح آخد العروسة أركبها على حصاني. ايه اللي حصل؟ قدر ولطف يا ولدي، قدر ولطف. عيالي وصابك. بس الحمد لله خدنا بطارنا، قتلناهم كلهم. قتلتوا مين ابوي؟ قتلتوا عيلة حسان؟ لا يا ولدي، عبادي وسناري الله يحرقهم هما التنين، كانوا عايزين يوقعوا بينا وبين عيلة حسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى كشفهم. نسمع عايشة بعدين. انت عارف مين اللي كشفهم؟ الله يرحمه عرعر وزرزور. عرعر؟ عرعر مات؟ الله يرحمه. بس خدنا بطاره يا ولدي، خدنا بطاره. روق انت، روق. ايه خد، ها خد، كل حتة اللحمة دي تقويك. ابوي ما قدرش. اسمع الكلام، خد تقويك يا ولدي. اللحمة باردة ومدهنين ابوي، تسخن ببطنك. اقول لك عديك سنة أفيون صغيرة، ها صغيرة، تشرب بعدين كوباية شاي تقيلة، ها تخليك كيف الحصان. اعملوا شاي تقيل الهمام. أبوي عيد على الحديد تاني، انت قلت ان النسمة لساها عايشة.
صح ولا انا كنت بخترف؟ ليه يا ولدي؟ عايشه وكل اللي شفناه الحمد لله يا ابو، ربنا استجاب لدعواتي. يعني خلاص يا بوي، عائلة حسان ما عايزاش مننا أي طار ولا عايز تنتقم مني؟ لا يا ولدي، وعمك حسان قالك ده وصالحنا. خلاص خلاص، مفيش حاجة، مفيش حاجة يا ما، مفيش حاجة. ما دمتم اتصالحتم يا بوي، عايزين تجوزوني جميلة ليه وعذابه خلاص. الله الحمد لله على السلامة يا ولدي، وقعت قلبي عليك يا ولد بطني. خفيش يا امه، ولدك راجل ابن راجل. كمل حديث ده جوا، خشي. تعالي يا امه. ولدك راسه ناشفة، سابنا وقاعد معاهم. يعني هو قاعد معاهم بخطره؟ في الأول حبوا يغصبوه، لكن لما رفعنا عليهم السلاح وهددناهم كشوا مننا وخافوا، وبعدها كبيرهم جه وقعد مع مناع وقعد يودود لي في ودانه شوية، وجه مناع ومشانا وخلى شاهين والد مغاوري يسبقوا بعربيته على الأرض الجديدة. معنى كده إنه راح معاهم؟ ملهاش معنى تاني يا كبير. كيف يا ناجي؟ كيف تهمي ولد أخوك؟ كنت هاته بالغصب، اكسر له راسه حتى. من نحن ومال تجار مصر نوصلهم ليه؟ ما يغوروا في 60 داهية، تهمنا في إيه سلامتهم؟ أنا بقول يا كبير، يمكن يكون مناع عمل معاهم اتفاق بعد ما قبض ثمن الحشيش. ويطمع ليه؟ نقصه إيه؟ نقصه تم مشروع الأرض الجديدة. لا لا، مناع ولدي ما يعملش كده. أيوه مناع، لو جرى له حاجة لا قدر الله العيلة كلها حتضيع. أيوه لو وقع كلنا حنقع. يبقى ما فيش قدامنا يا كبير غير إننا ندعي له ربنا ينجيه ويرجع لنا بالسلامة، وبعدها نبقى نكسر راسه الناشفة دي. البن هيغلوش على أي ريحة حتى لو كانت الكلاب خبيرة مخدرات. المهم الحشيش يتلف زين، وحواليه البلح وبعديه البن، وبقى ادعيلي لما توصلوا بالسلامة. أنا مسجل الطريقة دي باسمي في موسوعة جيمس راكورد، طريقة نمر الجن في تهريب الحشيش في البن.